السلام عليكم. اليوم رانا في طريق اللي يربط مدينة ديجل بمدينة بكاية على مستوى بلدية ديامة المنصورية، وسوف نأخذكم في رحلة إلى ديامة. إذن سوف نكتشف ساحل ديامة المنصورية، وسوف ندخل إلى المدينة تاع ديامة المنصورية اللي تظهر هنا على اليمين. سوف ندخل نشوف الحجم تاع المدينة هذه، وكذلك نشوف المدينة بصفة عامة من ناحية الهندسة، من ناحية الشوارع تاعها. إذن ما تروحوش، سوف نصل في بضع دقائق إلى المدينة تاع ديامة المنصورية اللي تقع في إقليم ولاية ولاية ديجل، إذن على حدود ولاية بجاية. إذن سوف نصل. ودائما المشكل تاع الحواف تاع الطرقات، ما كاش صيانة، ما كاش تنظيف، مشكل كبير في الجزائر. وانا نشوف المدينة ديامة على اليمين، ما تروحوش بعيد، رانا وصلنا. على كل حال هنا مسجد ما شاء الله. إذن هنا سوف ندخل في المدينة نتاع ديامة المنصورية من طريق هذا، هو راني شاك فيه سونس انتيردي على كل حال، لكن ما كاش بلاكا، ماش حتى بلاكا. ندير نية في الهبال ونصدم. إذن هنا رانا في الوسط نتاع المدينة نتاع ديامة المنصورية. إذن هذه هي ديامة. Thank you.
يعني المدينة تبدو مهيكلة بشكل جيد، لكن دائما وأبدا مشكلة صيانة. إذن نخليكم تتابعوا هذه الرحلة الاستكشافية والترفيهية إلى مدينة زيامة المنصورية، وإن شاء الله تكون فيه فيديوهات أخرى في أماكن أخرى كذلك ما يخص مدينة زيامة. ترقبوا فيديو آخر حول الميناء نتاع زيامة والتهيئات التي تمت مؤخرا في مدينة زيامة، التهيئات حتى الساحل تاع المدينة ما يسمى بالكورنيش. إذن نخليكم تتابعوا الرحلة داخل مدينة زيامة المنصورية، وإلى موعد آخر أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. وليدي خويا اسمع، باش تحبط لي البور كيفاش؟ روح روح منا ياك الدورة هذه الأولى. لا دروات تاعك. زيد تلقاه الدورة الأولى. دروات زيد أوفر. تهبط منا من جهة هذا من كوتي. داكور.